الفيلم أعزبنا شوية تقولوا يقولوا آمنا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. طيب قل لي كده، منيبين إليه واتقوه، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، صدقون منيبين إليه واتقوه. بتقوى الله ساتركم سنين نريد يفقوا قيام وكل شيء عام كل جديد فيهم وإذا بسنة الأم تعبوا بلئين ثم إذا أتقاموا إذا فقوا أمركم. فتح الله عليك، بارك الله فيك، ما شاء الله. فيك. لك جزيل الشكر أن نبهتنا وجعلت فينا مثل هذه الصحوة التي تذكرنا بنعم الله سبحانه وتعالى علينا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أكمل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيوة في اتنين أهو، يعني بيقول في موضعين أهو. طب يلا خش باش محمد في الله. قول لنا كده، قول الأول إيه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اسم السورة إيه؟ سورة إبراهيم. جميل. طيب الموضع الثاني فين؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ في سورة إيه؟ سورة النحل. الله. يعني الراجل عمل مداخلة معايا في الكلام وأنا بتكلم، قلت آية كده عرضاً، هو مستعد الإجابة على طول، وقال في موضعين كمان. خلينا نسأل كده يا شيخ محمد. طبعا ده لازم يسأل بقى كثيرا حتى نخرج ما عنده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم كيف تحكموا؟ فين؟ في أكثر من موضع ولا موضع واحد؟ اديني الموضع الأخير. سورة القلم. الله أكبر، سورة القلم. نعم. طيب الموضع اللي قبله قبل سورة الصافات. الله أكبر، أكمل. ما لكم كيف تحكمون؟ ما أيوة، أفلا تذكرون؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تذكرون؟ طيب كويس خلاص. طيب في فما لكم كيف تحكمون في أي سورة؟ كيف تحكم؟ صح؟ طيب فصل صح، ما شاء الله، مبسوط ما شاء الله ما شاء الله. طيب يا شيخ محمد معلش احنا نطول حقه شوية يا اخوان، يعني لا تسأمونا ولا تملونا، لأن هذه الحلقة حلقة ماتعة، وما كنت أظن أن مثل هذه الحلقة يعني الشيخ أن يكون متقنا وحافظا وجامعا لمثل هذه المتشابهات، فيعني ممكن اشوف محمد تديله كمان. طيب انا هسألك سؤال بقى، لو جاوبت عليه تبقى ممتاز ماشي. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. عايز منك موضعين. سورة يونس. سورة الايش؟ يونس. يونس ماشي، يا سلام. وفين تاني؟ سورة الانبياء. يا سلام. أنبياء. عارف موضع اخر؟ طيب قول اتفضل. سورة الملك. الملك. طيب سورة يا سلام النمل. الله اكبر. ثلاثة. طيب انا طلبت منك موضعين ما شاء الله وانت جبت اربع مواضع. طيب الموضع اللي في سوره الملك اقرا كده، ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، وزيد كمل. اقول فتح الله عليك.
والله يا اخواننا يعني كل الموجودين الحضور اخواننا المصورين والمخرج وكلهم يعني ما تملكوش دموعهم، لان كل واحد لما بيشوف نعمة ربنا على انسان يشعر بالتقصير في حق نفسه، يعني يشعر بالتقصير في حق نفسه اذا ربنا اعطاه الأهلية لشيء معين ولم يعني يجتهد فيه وينبغ فيه كما يعني نرى الاخ الفاضل. فيعني اشكرك شكرا جزيلا والله لقد احببتك في الله. لله في خلقه شؤون، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى ان نلتقي في حلقه اخرى وابداع اخر ونماذج اخرى تحتذى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا حسرة.